حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، اليوم لدينا موضوع يتعلق بخلع الحذاء. هل فكر أحدكم لماذا أمرنا بخلع الحذاء عند الدخول لمكان مقدس مثل المسجد؟ ولماذا خلع حذاءه سيدنا موسى عليه السلام عندما قال له الله عز وجل: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ هل هناك حكمة؟ هل هناك عبرة؟ هل هناك سبب لهذا الأمر؟ اليوم أيها الأحبة سأتأمل معكم هذه الدراسة اللطيفة، وماذا ينصح علماء الغرب اليوم بهذا الخصوص، وماذا يحمل هذا الحذاء في أسفله. طبعا قبل الدخول إلى المساجد نعلم أنه لا يجوز الدخول بالحذاء إلا إذا ضمنت أنه نظيف وطاهر وغير ملوث ولم يعني تقترب منه أي نجاسة. فهناك أسرار طبعا أيها الأحبة كثيرة، ولكن الدراسة اليوم قد تكشف لنا يعني شيئا من هذه الأسرار. الدراسة قامت بها جامعة أريزونا عام 2014، جامعة أريزونا تقول إن نعل الحذاء يحوي عددا كبيرا من البكتيريا الخطيرة مثل الإيكولاي، وهي بكتيريا تنتقل بسهولة وتعلق في سجاد المنزل وتكون خطيرة بخاصة على الأطفال الصغار الذين يلتقطون أشياءهم من الأرض ويضعونها في أفواههم. فإذا هذه معلومة قد تهمك أخي الحبيب في بيتك، يعني هذا الحذاء في نعله في أسفله كمية هائلة من عشرات الأنواع من البكتيريا الضارة، ومنها هذه البكتيريا التي تسبب النزلات المعوية ومشاكل أخرى أيضا. طيب، البكتيريا يمكن أن تسبب ذات الرئة واضطرابات معوية خطيرة وأمراض أخرى. طيب، الخطر الشديد هنا الذي لاحظته الدراسة يكمن في نقل بكتيريا جديدة للمنزل لم يألفها أصحاب المنزل، وبخاصة إذا جاء إلى عندك ضيف من مكان بعيد. البكتيريا الموجودة في حذائه تختلف عن البكتيريا الموجودة في بيتك والتي أنت تعايشت معها ونظامك المناعي شكل مناعة ضدها. تأتيك بكتيريا جديدة أنت غير مهيئ لها، فالإنسان يتنقل في حذائه عبر أماكن مختلفة، وربما يذهب لمدن أو دول بعيدة ويجلب من خلال حذائه بكتيريا جديدة للمنزل. هذه البكتيريا تكون خطيرة جدا. لماذا؟ لأنها جديدة على النظام المناعي ويصعب عليه مقاومة هذه البكتيريا. نحن نعلم حتى في عالم الكائنات، في جزيرة ما تجد أن الكائنات الحية مبرمجة ولديها مقاومة ضد السموم مثلا، أو ضد لدغات معينة، أو ضد سموم معينة مثل الضفدع السام. هذا يعيش في مكانه الطبيعي وكل الكائنات من حوله لديها مناعة من هذا الضفدع السام. عندما ينتقل لمكان آخر غير مهيأ، الحيوانات غير مهيئة لهذا السم، لا تمتلك المناعة الكافية ضد هذا السم، فإنه يكون خطيرا جدا ويمكن أن يقتل الكثير من المخلوقات. فهذه البكتيريا التي دخلت إلى بيتك عبر حذاء شخص جاءك من مكان آخر،
كأنك أدخلت كائنات جديدة أنت غير مهيأ، نظامك المناعي غير مهيأ للتعامل معها، فهنا تكمن خطورة هذه البكتيريا. طبعا هذه الدراسة تقول إن معظم الأحذية التي تم اختيارها أو اختبارها احتوت على كميات لا بأس بها من بكتيريا الإيكولاي، ولذلك تنصح الدراسة بأن تبقي حذائك خارج المنزل. هذه دراسة علمية أيها الأحبة. إذا أبقيت حذائك خارج المنزل ستتخلص من أكثر من 90% من البكتيريا الضارة. سبحان الله. وتقول الباحثة إذا أردت أن تضع حذائك في البيت فينبغي أن تغسله جيدا للتخلص من هذه البكتيريا. هناك عادات سيئة الحقيقة في مجتمعاتنا، وهي أنه ينتقل بحذائه ربما من دورة مياه إلى مكان مكتب، إلى غرفة، إلى صالة، إلى آخره، فينقل هذه البكتيريا من مكان لآخر. لذلك الدراسة تقول ينبغي أن تبقى حذرا وأن لا تنقل هذه البكتيريا معك أينما ذهب. ضع يعني اتركها في حذائك واترك الحذاء خارج البيت. هنا أيها الأحبة هذه الجامعة نشرت هذا المنشور، وهذا هو الحذاء، ترسم صورة للحذاء هنا، وتقول إن أكثر من 90% من البكتيريا الضارة مثل الإيكولاي موجودة هنا في أسفل هذا، في نعل هذا الحذاء هنا. فلذلك إذا أردت أن تحمي أسرتك من الأمراض عليك إما أن تترك الحذاء خارج البيت هنا أو تغسله جيدا. طب هذه هي تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام عند الدخول للمسجد، إما أن تترك حذائك خارجا أو يكون نظيفا طاهرا، يعني سبحان الله تطابق عجيب يعني. طيب هنا أيها الأحبة نحن نعلم في الإسلام أنه لا يجوز الدخول للمساجد إلا بعد خلع الحذاء، وتصوروا لو أن الإسلام سمح بلبس الحذاء والدخول للمساجد مع هذا العدد الهائل الذي يدخل للمسجد من أناس مختلفين، منهم مسافرون من أماكن بعيدة. تصوروا لو أن كل واحد من المصلين نقل أنواعا جديدة من البكتيريا من خلال حذائه، ماذا ستكون النتيجة؟ سيتحول المسجد إلى مكان مليء بالأوبئة والبكتيريا المعدية. يعني تخيل المسجد الحرام أو المسجد النبوي، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين يدخلون من كل مكان في بقاع الأرض. تخيل أن كل البكتيريا الموجودة على ظهر الأرض تجتمع في هذا المكان، ما هي النتيجة؟ كارثية. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخلع حذاءه وأمر بخلع الحذاء اشترط الطهارة التامة كشرط للدخول بما يسمى النعل أو الحذاء. فهنا أيها الأحبة هذه سنة نبوية تقي المساجد من شر هذه البكتيريا المتنوعة، وأيضا تعطينا درسا نحن كمحبين لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بسنة النبي في بيوتنا، وأن نبقي هذه الأحذية في الخارج أو نغسلها قبل أن ندخلها البيت. لذلك هنا عندما أمر سيدنا موسى عليه السلام بخلع حذائه، قال له الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا هذه فيها إشارة إلى أهمية خلع النعلين عند الدخول للأماكن المقدسة
وبخاصة المساجد. فالسؤال، من علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أين جاء بهذه المعلومة؟ في زمن الجاهلية لم يكن لديهم هذه الثقافة، يعني لم تكن هذه الثقافة لديهم. فإذا هنا يعني نستطيع أن نقول هذا إعجاز نبوي، هذا إعجاز نبوي أيها الأحبة، يشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بنا عليه ولكن كانا طاهرين نظيفين، وإذا رأى فيهما أي أذى أو قذارة أو نجاسة فإنه يخلع عليه أو يمسحهما جيدا، ينظفهما يغسلهما ثم يدخل المسجد. وبالتالي اليوم نحن أمام سنة نبوية يكتشف العالم أسرارها اليوم. من الذي علمه؟ هو الله الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدي كام دقيقة صار؟ حتى يتبين لهم أنه الحق.